تم بحمد الله اليوم اختتام بطولة الاتحاد الأولى للفتيات الشاملة 2019-2020 بحضور الشيخة الصباح والشيخة بيبي الصباح وعضو مجلس إدارة نادي الكويت بلسم الأيوبي والأستاذة فضيلة رئيسة نادي الفتاة، وحقق المركز الأول نادي الكويت الرياضي، وحقق المركز الثاني نادي الفتاة، وحقق المركز الثالث نادي فتيات العيون. وتم اختتام البطولة في أكمل وجه، وكان بشكل حلو من جانب التنظيم وشكل رائع، شيء أول مرة هذا يكون كحدث حق الاتحاد الكويتي للكاراتيه، وإن شاء الله منها إلى الأفضل، والجاي بعد يكون على مستوى أكبر، وممكن يكون على مستوى الدولي، وإحنا جايين إن شاء الله في بطولات دولية ستقام في الكويت.